السلام عليكم. اليوم نتكلم على ملعب سيدي بيع العباس، حيث انه وصلتني عده طلبات بوضع فيديو على هذا الملعب، وعندي يعني الشكل النهائي تاع التهيئه، فيه تهيئه تاع الملعب واعاده تجديده وعد ترميمه، وعندي تصميم جديد هذا تاع الملعب هذا، واللي تاسفت وتفاجات انه يعني العمليه تاع الترميم تاع الملعب هذه كأيها العمليات اللي دارت من قبل في عنابة وفي قسنطينة، ما فيه لا تغطية، ما فيهش تغطية على بالي يعني المراحل الأخرى اللي زي طاق نتاع الحماية نتاع الخرسانة والمدراجات بالليطونشيتي وتهيئة الأرضية ووضع العجب الهاجين تكون يعني مقررة في هذه التهيئة الجديدة، لكن هنا نشوف في الصورة هذه نشوف التهيئة الجديدة التصميم نتاعها كيفاش راح يكون، وهذه يعني متأسف كثير انه ما فيهاش تغطية للملعب، المفروض تكون فيها تغطية للملعب، و يعني التغطية تاع الملعب والله العظيم انا نتكلم من منطق يعني التجربة والمعرفة تاع الأمور، يعني التغطية تاع الملعب لا تكلف كثيرا، لأن فيه مواد تستعمل الآن، مواد نتاع الفيبر دو فار، الألياف الزجاجية والبلاستيكية والبوليكربونات، كاين مواد جديدة تم يعني اختراعها في الآونة الأخيرة، وكلها خفيفة وتقدر دير لنا اون تواتور شابه وريزيستونت، تكون مقاومه وما تاثرش على لا ستركتور نتاع لي ستاد، لا ستركتور نتاع لي غرادان، لو بيتون اللي ديجا راه نتاع لي غرادان ما راحش تاثر كثير، لان الوزن نتاعها ماهوش ثقيل بزاف، وكاين تكون معززه افيك ان دي ستركتور تيبولار، يعني سي دي تيوب، نفس لا تواتور اللي كاينه في تيزي وزو، لا تواتور اللي كاينه في دويرة، سي دي ستركتور تيبولار ومغطية بالألياف، ألياف زجاجية، ما تأثرش كثير وما تكلفش كثير، وتعطي منظر رائع، تعطي منظر رائع للملعب. ولاحظنا هنا في الصور، نلاحظ باللي كاين فضاء أوتور دي ستاد، يعني فضاءات فارغة ممكن نستغلها في إضافة ملحقات أخرى كان ستاد ريبليك، كاين مكان يعني نقدر نديرو حتى ان بيتي ستاد ريبليك، يعني ونديرو ملعب بلي نورم نتاع لا فيفا لا اكثر ولا اقل. لكن ناكد على النقطه المهمه اللي تكلمت عليها، هي التغطيه، لابد من تغطيه الملعب، هذا ملعب كبير وفيه خمسه، يعني قادر يستوعب 45000 متفرج، يعني تقريبا كيما ملعب اللي تبنى جدد هذه، يعني قادرين نديرو ملعب شباب، نزيدو فيه لين تواتير يخرج روعة. ولازم كذلك ناخذ بعين الاعتبار يعني المعطيات نتاع المدينة تاع سيدي بلعباس، اللي تعتبر مدينة كبيرة وعندها يعني تسخر ب يعني رصيد معماري يعني لا يستهان به، وفيها مترو، فيها تراموي، وفيها يعني لازم يكون الملعب على المستوى تاع المدينة تاع بلعباس، يعني هي راهي في ربع ثالث او رابع او يعني مدينة في الجزائر من حيث الحجم، ومن حيث يعني الرصيد الارث المعماري اللي عندها، ويعني يعني المقومات نتاع المدينة هذه لا تستاهل يكون هذا الملعب هذا يكون يعني مقاييس عالمية ويكون مغطى وكذا. إذن إن شاء الله المسؤولين يسمعوا لي ويسمعوا النداء نتاع الشباب هذا اللي راه يحب يكون يفتخر بلاده، يفتخر يعني، وخاصة مع الملعب عندما تكون مقابلة ولا راح ينشاف في كل بلدان العالم. إذا لازم نمد نظرة إيجابية ونظرة جميلة للبلاد تاعنا، ونكتفي بها.